تبذل الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة جهودا كبيرة للخروج باتفاق بالحدود المقبولة لدى كافة الأطراف حول تمويل البلدان الفقيرة ودعم برامجها في الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تفاهمات تلزم الدول الغنية باتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الغازات. لكن مسار المحادثات لم يفضي إلى حلول ناجعة لعدد من المسائل، بل على العكس، فقد نتج عن تمديد العمل باتفاق كيوتو ووضع أرضية للعمل المشترك حتى العام 2015 إعادة فتح الملفات القديمة بين البلدان الغنية والفقيرة، والتي ما زالت تشكل العائق الأكبر أمام التوصل إلى اتفاقات واضحة وفعالة. هذا أمر غير مقبول، نحن لا نقوم بمعالجة القضايا الحقيقية. ماذا نفعل هنا؟ إننا نضيع وقتنا فقط. ومع أن المفاوضات تبدو وكأن على حافة الفشل، يصر المشاركون على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية كوكب الأرض من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري. وعلى الرغم من ذلك، استغلت الدول المشاركة هذه الاجتماعات لبحث مجموعة من القضايا التي تشمل نقل التكنولوجيا للدول الفقيرة وتجديد الالتزام باتفاقات الحد من انبعاثات الغازات ووضع استراتيجيات ملزمة وصارمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف بشأن التفاهمات الأخرى حول القضايا المناخية.